الرحمن الرحيم. اولا هذو الشكر مره مكونات رياضيين مره نتلت النظر اقليم النظر جا الشرقيه ككل الجزائر يجي النهار الهلال الرياضي النظر كره اليد. وهذه اول مره الهلال كره اليد يحقق انجازه. هذا تشريف اولا للمنطقه وايضا تشريف لجميع الاطر وكل من ساهم في هذه هذا الانجاز العظيم. شكرا للاعبين، شكرا للتمسيين، شكرا للجمهور، شكرا لإطراس فيداي. السلام عليكم. كنشكر الجميع اللي حضر هذه المقابله واللي شجع الفريق من بدا البلاي اوف، وكنشكر السيد الرئيس لجامعه الناظور اللي كان حاضر معنا هنا، وكنشكر العامل السيد العامل الاقليم الناظور ايضا، والمشجعين الهلاليين، وكنشجع وكنشكر عاود الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي كتشجع هذا الفريق. وكنطلب النداء للسيد الوزير بان كاين المواهب في مدينه الناظور، كاين المواهب اللي تقدر تعطي لهذه المدينه، ضروري الملاعب في مدينه الناظور. وشكرا.